برضو عارف مصر دي برضو كده فيها حاجة تحس كده، عارف انه انت عارف مصر كان فيها ايه لما قلت لي عن السفارة، فاكر؟ طيب واحد ساكت ليه؟ قول له بقى، قول له مصر فيها ايه. اسمع، عفار. لا مش ده اللي انت قلته. لا ما اقصدش كده. اوكي ماشي، فيها عفار شوية يعني، ما عارف. فيها روح كده، تحس انها روح شريرة. اي مصري لما بيسافر برا مصر ويقعد فترة بتوحشه البلد قوي، بس للأسف لما بيرجع ليها تاني بيبقى عايز يخلع منها بأي شكل، لأنه تعود وهو برا على أنه يتعامل بشكل آدمي ومحترم. برا فيه دايما عدل ومساواة، على الأقل أحسن من عندنا بكتير. من ضمن الحاجات اللي ممكن تخليك تبقى عايز تهج منها لما توحشك، أو عايز تهج منها دلوقتي، هو زيادة تسعى لرواتب العسكريين في الجيش. أنت متخيل؟ زيادة تسعى، يعني الناس دي زادوا 9 مرات قبل كده. وهيبقى سهل عليك دلوقتي انك تقارن ما بين ده وكلام السيسي لما كان بيقول للناس انه بيستلف يا ولده عشان يدفع مرتبات الناس. تفكروا كويس، فكروا قبل ما تتكلموا. الكلمة دي بقولها المرة واثنين وثلاثة. عايز تقولي ان المفروض ان احنا نزود المرتبات؟ ايوة انا عارف، بس منين؟ وانت بتطرح الطرح بتاعك وبتسأل السؤال ده، قول لي اعمله اجيبه منين. اما الناس بتوع الداخلية ما تقلقوش، مجلس نواب السيسي وافق على انه يزود لهم هم كمان مرتباتهم عشان يعيشوا بشكل مختلف واحسن من الناس كلها. والخبرين هم جم ورا بعض. طب يا ترى والقضاء هيتساب كده؟ لا ازاي، هيتصرف له كل سنة 805 مليون جنيه للرعاية الصحية بس، ده غير النوادي والمنح والامتيازات. وبرضه لو علمت ابنك والواد ذاكر مش هيبقى قاضي، لان المساواة في مصر كلمة ما يعرفهاش المسؤولين، اهي مكتوبة في الدستور وخلاص. ممكن لو ابن عامل نظافة ممكن يتعين؟ يعني دي برضو يعني انت حضرتك بتقول كلمة يعني مش قوي كده. وطبعا اوعى تنسى زيادة مرتبات الوزراء ونائبيهم والمحافظين ونائبيهم، كله بيزيد الا النيل ومرتبات الفقراء والانسان المصري بشكل عام، دول بس اللي بيقلوا. مش عنده بيت وعنده أسرة، محتاج كم قميص؟ القميص بتلبس مرة، تلبس مرة. الزيادات دي كلها العسكر مش فارق معاها الفقراء يشوفوها ولا ما يشوفهاش، اللي فارق معاه هو انه يضمن ولاء الحاشية بعد موقعة الشعب السيد في الوطن السيد. وادي الدليل اهو، رئيس البرلمان فجأة شاف ان موظفين الحكومة كتير وعايز يقللهم، وطبعا عشان فلوسهم تروح لناس تانية ملهمش فيها اي حق. وده اللي خلى صحيفة امريكية تضرب جرس انذار ثورة محتملة للناس، اللي لو ما فوقهمش المنطق للهبل اللي بيحصل ده يفوقهم الجوع. بعد الزيادات اللي في الأسعار والمرتب محلك سر، وعلى رأي المثل الصحة في النازل والكوليسترول في الطالع. وأكيد في أمل، أمل ترجع بيه بلادنا تاني رفع راية الحق اللي غايب بقاله كتير، والمساواة اللي بنعاني من عدم وجودها من أيام ما كانوا بيبنوا الهرم الأكبر. وخلي بالك لو أنت فقير في مصر فأكيد هتحس بالوجع ده تجاه زيادات الأسعار التي لا تنتهي، أما بقى لو كنت غني فبرضو الهم طيلك لدرجة انك ممكن تقف في شارع مش عارف تروح 8 ساعات. احنا هنا على الدائري بقالنا 8 ساعات، بقالنا 8 ساعات من الساعة 10 لحد ما النهار طلع علينا. زي ما انتوا شايفين الدائري اهو، ده الدائري 8 ساعات انا وامي وبنتي في العربية بنتصل بالنجدة محل.